سابقا شفت فيها مثلا. مرحبا بكم معنا في البث المباشر العاجل من مدينة طوان. طبعا وصلنا الآن بلاغ وزارة الصحة التي أعلن على خبر جديد. المغرب يعلن الآن على تسجيل 6 حالات جديدة بإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. بلاغ اللي صدرته وزارة الصحة الآن متسبقا شفت فيك يعطينا حالات جديدة. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم ما بين 10 صباحا يومه الثلاثاء 17 مارس 2020 والتاسعة مساء من نفس اليوم تسجيل 6 حالات جديدة، 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بإصابتهما بمرض كوفيد 19 هو 44 حالة ببلدنا إلى حدود صدور هذا البلاغ. ويتعلق الأمر بحالة إصابة وافدة موزعة بين المدن التالية: طنجة حالتين، ووجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطة حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. توجد جميع تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث تم التكفيل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. هذا وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في تدابير احترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا متسابقا شفت في الآن عندنا المغرب فيه 44 حالة ديال فيروس كورونا، 6 حالات جداد حسب بلاغ وزارة الصحة اللي توصلنا به اللحظة الآن متسابقي قناة شفت في. إذا للتذكير أن المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى. بدأنا متسابقا شفت في هذا بلاغ اللي وصلنا الآن من وزارة الصحة. المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا. الحيطة والحذر، نتمنوا كل المتسبعين الأوفياء الحيطة والحذر، التزموا المنازل ديالكم طبعا بناء على التوجيهات اللي كتوزها وزارة الصحة والدولة المغربية والسلطات المحلية. إذن كنعاودوا نقرا لكم البلاغ متسبعين كنشوفوا في هذا البث المباشر أمام المستشفى الإقليمي بمدينة طوان. بلاغ صحفي: الثلاثاء 17 مارس 2020 المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم بين 10 صباحا من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 والتاسعة مساء من نفس اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدهما مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة كما يكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد 19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ. ويتعلق الأمر بحالات إصابة وفدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، وسطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. إذن متسبعي قناة شوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر من أمام مستشفى الإقليمي ثانية الرمل بتطوان لتسليط الضوء على الحالات الجديدة. إذا المغرب الآن في هذا التوقيت بالضبط عنده 44 حالة. إذا متسبقا شفت في الحيطة والحذر. طبعا السلطات المركزية بعد ما اتخذت قرار إغلاق مجموعة ديال المؤسسات ديال الدولة مثل الملاعب والمؤسسات التعليمية، ثم وزارة الداخلية اتخذت قرار في إغلاق المطاعم والمقاهي بعد ما تم إغلاق الحدود، بعد ما كان تنسيق طبعا مستوى عالي بين عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس والملكة الإسباني. نتمنوا صديقين الحيطة والحذر. إذا متسابقا شوف تي في الآن المغرب فيها 44 حالة ديال فيروس كورونا حسب بلاغ وزارة الصحة. متسابقا شوف تي في غادي نعاود لكم قراءة البلاغ. المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم بين 10 صباحا يوم الثلاثاء 17 مارس والتاسعة مساء من نفس اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيده مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد 19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ قبل لحظات. ويتعلق الأمر بحالة إصابة وفدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطة حالة واحدة، وقلميم حالة واحدة، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية. وهذا وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متسبقا شوف تي في الآن المغرب عنده 44 حالة اللي انضافت للأسف 6 حالات اليوم تتنضاف، رقم مخيف في
التصاعد. متابعي قنشوف تي في أمالي، نتمنى متابعينا أن تأخذوا الحيطة والحذر وتحضوا كذلك العبرة من الدول الأوروبية المتقدمة، إسبانيا بالأرقام الطبية ديالها وإيطاليا كذلك أرقام مخيفة. المغرب الآن تعلن رسميا حسب بلاغ وزارة الصحة أن 6 الحالات جديدة تنضاف، 44 أنا أذكر لكم المدن التالية اللي بلت فيها هذه الحالات 6، طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. إذا متابعي قنشوف تي في عندنا 44 حالة الآن في المغرب، الحيطة والحذر، ما نتفلاوش وما ناخذوش الامور بالتفليه متتبعينا، لان هذا داء خطير فيروس ينتشر بسرعه خاصه مع التقلبات الجويه. الان تطوى كتعرف سخات بطاريه وانخفاض في درجات الحراره، نتمنوا متتبعينا ان تاخذوا الامور بجديه. متتبعي قنشوف تي في غادي نذكركم بالبلاغ اللي توصلنا به اللحظه عاجلا من وزاره الصحه، المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه ما بين الساعة 10 صباحا من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 والتاسعة مساء من نفس اليوم تسجيل 6 حالات إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها بخبريا بمعهد باسور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمركز كوفيد بمرض عفوا كوفيد 19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ. ويتعلق الأمر بحالة لأن الريح عندي متتبعين هنا، يتعلق الأمر بحالات إصابات الوافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. متتبعينا الآن تندق ناقوس الخطر، الأرقام في تصاعد مستمر، يجب على المواطنين اتخاذ التدابير الاحتياطية والالتزام بالأماكن بالمنازل ديالهم ويتفادوا الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى. متتبعينا تنأكد لكم بالملموس أن الآن المغرب 44 حالة جديدة حسب بلاغ وزارة الصحة اللي توصلت به قناة شوف تي في اللحظة، وجينا على عجال ندير لكم هذا البث المباشر من أجل التحسيس المتتبعين. نتمنوا صادقين ان الامور تخاد بالجديه، النظافه ثم النظافه، الانسان يلتزم المنازل والاماكن ديالو ليخرج الا الضروره عفوا القصوى. متتبعي قناه شوف تي في كنتواجدوا امام المستشفى الاقليمي بمدينه تطوان، وفق البلاغ وزاره الصحه ان المغرب الان يعلن عن تسجيل 6 حالات جديده بفيروس كورونا المستجد بالمدن السالفه الذكر. نتمنى متتبعينا تاخذوا الامور بجديه، طبعا هذا بلاغ عاجل من وزاره الصحه. متتبعي قناه شوف تي في تنوفيكم بالمعطيات، 6 حالات اضافيه تتنضاف الى المغرب بفيروس كورونا الان، تصدر بلاغ من وزاره الصحه التي اكد 6 حالات جديده متتبعينا. اذا نتمنى صادقين الحيطه والحذر، كما كتشوفوا معنا في البث المباشر من المستشفى الاقليمي بمدينه تطوان، ربما اول بث مباشر اللي كان من طرف الزملاء في هذا التوقيت بالضبط. نذكركم بالمدن اللي في هذه الحالات، المدن التاليه: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة، وإذا 6 حالات تنضافوا إلى المدن المغربية وفق بلاغ وزارة الصحة اللي توصلنا به الآن متتبعي قناة شوف تي في. إذا نتمنوا الحيطة والحذر كما تنقولوا في هذا البلاغ اللي توصلنا به الآن، أن المغرب يعلن على تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالمدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. إذا متتبعينا الآن كنا في 38 رجعنا في 44 حالة. الحيطة والحذر، وتنطلبوا من المتبعين ديالنا أنهم يلتزموا ويبقوا في المنازل ديالهم، لأن هذا فيروس الآن ينتشر بسرعة مع رداءة أحوال الطقس. طبعا حنا كنعرفوا أنه ملي كتكون الانخفاض في درجة الحرارة مع المشكل اللي مطروح دابا الان وفق البلاغ اللي كان صدرت مديريه الارصاد الجويه، ان هذا مشكل ديال انخفاض درجه الحراره، ممكن انه الانسان يمكن له يمرض بالزكام الان وعادي يرجع ان الانسان يبقى يعطس. اذا الافضل انه الوقايه افضل من العلاج، يبقوا في المنازل ديالكم متتبعين، الخروج الا للضروره القصوى. انتم شفتوا الدول الاوروبيه مثل اسبانيا وايطاليا متقدمه واطقم طبيه ومستشفيات في المستوى، والان تيخويو بعض تيتم افراغ بعض الفنادق وتحويلها الى غرف الانعاش. لان متتبعي قنشوف تي في الان كنعطيكم المستجد ديال 6 الحالات الجديده اللي تسجلت في المغرب وفق بلاغ وزاره الصحه.
سابقا شوف تي في كنتواجدوا الان امام المستشفى الاقليمي مدينه تطوان لقراءه بلاغ وزاره الصحه المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد. تخبر وزاره الصحه الراي العام انه تم ما بين العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء قرر للتفريح متفقين كما كتشوفون الان انا في مدخل المستشفى الاقليمي سيده الامل كاين الريح. غادي نعود لكم بعد لحظات وغادي نقراو لكم البلاغ داخل السياره متتبعينا باش تحاولوا تسمعونا مزيان لان الرياح قويه متتبعه نشوف تي في. اذا توصلنا بلاغ ديال وزاره الصحه يتاكد ان المغرب الان كيسجل 6 ديال الحالات جديده طبعا الحيطة والحضر متتبعينا. بقوا معنا غادي نقراو لكم البلاغ من داخل السياره لان كاين الريح متتبعينا تصعب علينا القراءه البلاغ كما كتشوفوا. بقوا معنا متتبعينا وغادي نقراو لكم البلاغ طبعا هنا ما كاينش الريح اكيد غادي نقراو لكم البلاغ باش المتتبعين ديالنا يعرفوا شنو المستجد اللي عندنا. بقوا معنا الله يخليكم غادي نقراو البلاغ من داخل السياره امام المستشفى لان مع هذا الريح معذرة متتبعينا معذرة. صباح الخير. لا باقي كنقرا عندي المباشر ديال المباشر سالي وجهك ميرسي. إذن متسبقا شفت بي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان. طبعا توصلنا بلاغ من وزارة الصحة المغربي يعلن عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه ما بين الساعة 10 صباحا من يوم الثلاثاء والتاسعة مساء من نفس اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا الفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بإصابتها بمرض كوفيد 19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ. ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطة حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. توجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متتبعي قنشوف تي في كما كتشوفوا معنا الآن احنا أمام المستشفى الإقليمي توصلنا ببلاغ من وزارة الصحة اللحظة لتأكد في 6 حالات جديدة يكون المغرب الآن فيها 44 حالة. إذا متتبعينا الحيطة والحذر طبعا هذا الشيء تيخلع. نتمنوا المواطنين يلتزموا بالقواعد ديال النظافة والسلامة طبعا لأن هذا الشيء هذا أنتم كتعرفوا الوضع ديالو خطير وخطير جدا. متتبعي قنشوف تي في نتمنوكم أنكم تعاملوا بالحيطة والحذر وتلتزموا بالأماكن ديالكم لأن هذه المسائل طبعا اللي هي خطيرة وخطيرة جدا. هذه مسائل طبعا المتتبعين اللي خطيره وخطيره جدا. نتمنوا متتبعين قنشوف تي في انكم تعاملوا بالحيطه والحذر. متتبعين قنشوف تي في طبعا كنتواجدوا امام المستشفى الاقليمي توصلنا كما قلت اللحظه ببلاغ من وزاره الصحه اللي تاكد تسجيل 6 حالات جديده ببلادنا ليوصل العدد الان الى 44 حالة متتبعين كما كتشوفوا الآن احنا أمام المستشفى الإقليمي تنقرأ لكم هذا البلاغ. نتمنوا صديقين متتبعين الحيطة والحذر والتعامل بجدية ومسؤولية ونمشيو مع البلاغ مع التعليمات والتوجيهات اللي صدرتها الدولة خاصة وزارة الداخلية أننا نبعدوا من الأماكن المكتظة طبعا ونلتزموا في الأماكن نبقاو في المنازل عفوا ديالنا لأننا متتبعين كنشوفوا بزاف ديال الناس للأسف أنهم ما تياخذوش هذا الشيء بروح المسؤولية وهذا فيروس طبعا أربك العالم متتبعين وناخذوا العبره من الدول ماشي تنشوفوا ناخذوا العبره من الدول متتبعين من الدول المتقدمه مثل اسبانيا وايطاليا. اذا متتبعين قنشوف تي في طبعا اخبرناكم بالمستجد طبعا اللي عطات وزاره الصحه
بلوت وصلنا عفوا بلاغ من وزارة الصحة المغربي يعلن عن تسجيل 6 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه ما بين 10 صباحا من يومه الثلاثاء 17 مارس 2020 والتاسعة مساء من يومه من نفس اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها إخباريا بمعهد باسور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابة بمرض كوفيد 19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ. ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. هذا وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في تدابير احتياطية تتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متسابقا شفت فيك كان معكم أحمد معتكي في من تطوان أمام المستشفى الإقليمي في هذا البث المباشر. أعود لكم بعد لحظات طبعا في مباشر آخر. غادي نذكركم قبل ما نقطع هذا البث المباشر أن المغرب يعلن عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. الآن المغرب فيها 44 حالة، الحيطة والحذر متتبعينا، حيطة والعذر أرقام مخيفة طلعة بواحد الوتيرة كبيرة بزاف. التزموا المنازل ديالكم متتبعينا، هادشي راه ماشي ديال الضحك، ماشي هانتوما شفتوا المدن اللي ضافت فيها الحالات. إذا عندنا طنجة حالتين، وجدة حالة واحدة، الرباط حالة واحدة، سطات حالة واحدة، قلميم حالة واحدة. طلبوا بالسلامة والدعوات ديالكم متتبعينا. إذا إلى هناك معكم أحمد معتكي في هذا البث المباشر من أمام مستشفى الإقليمي صنية الرمل. إلى اللقاء في مباشر آخر.